السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة قوية بالذكاء الاصطناعي بتقدر توفر عليك وقت كتير جدا في البحث. ممكن يكون عندك مراجع كتيرة فهي تبدأ تنظمهم لك وتبدأ إنها تجيب لك المعلومات اللي أنت عايزها بحيث توفر عليك الوقت. هي متخصصة في البحث الأكاديمي. هو بيديك 500 صفحة مجاني و 50 OCR. OCR اللي هو Optical Character Reader، أو إن هو يحول الصور، يقرأ الكلام اللي مكتوب فيها ويقدر إن هو يحوله لحروف. فاول ما تفتح بتقول له نيو بروجكت، بتسمي البروجكت بتاعك اي حسب ما انت عايز، مثلا او سي ار، وقول له كرييت. فبيقول لك بقى ابدا ضيف الابحاث بتاعتك الموجوده اللي انت هتستعين بيها، المراجع بتاعتك، وتقدر تقسمهم لكاتيجوري. وممكن تقول له فايند بيبر، يبدأ يدور لك في المراجع ويبدأ ان هو يحطها لو انت مش معاك، تمام. فهو يسهل لك كتير جدا في البحث بتاعك. طيب انا بقول له او سي ار، فبدأ يجيب لي الحاجات الخاصة بالاو سي ار، مثلا دوت مثلا، فيبدأ يرتبهم لك. وده سهل عليك ان انت تبحث فيهم، ان انت تنظمهم، ان انت تشوف المراجع بتاعتهم في سوبر سيرش، في دوكومنت فيو. تقدر تكتب نوتس او تعمل اقتباسات لحاجات من الكتاب. فأداة سهلة جدا في الاستخدام وتوفر عليك وقت كتير جدا في التحضير للبحث بتاعك.